بمشاركة السلطات الإدارية والجهوية والفاعلين في منظمات المجتمع المدني الناشطة في ولاية أدراب وبإشراف والي الولاية سيد جاك عبد الرزاق. تنطلق الورشة المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بهدف تعميم القانون الجديد المتعلق بالجمعيات. إن هذه الورشة تهدف إلى إطلاع وتكوين السلطات الإدارية على المنصة الرقمية في الدم، والتي ستكون أداة تواصل بين السلطات الإدارية وجمعيات المجتمع المدني بالولاية بهدف تعزيز قدرات الفاعلين في المجتمع المدني وتمكينهم من ضبط وتسيير منظماتهم وفق المعايير والمساطر المتعارف عليها، والتي ترسخ الشفافية والحكم الرشيد بوصفهما أدوات لا غنى عنها لتحقيق العمل الجماعي الممنهج وتدعيم الشراكة مع كافة الفاعلين في العملية التنموية. وتهدف الورشة إلى إطلاع الفاعلين في منظمات المجتمع المدني بالمستجدات في إطار القانون الجديد. قامت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بإنشاء منصة إلكترونية جديدة تسمى فيدام، والتي ستكون أداة تواصل بين السلطات الإدارية ومنظمات المجتمع المدني. وكان العمدة المساعد لبلدية أطار قد تحدث عن أهمية القانون الجديد وجدوائيته للنهوض بمنظمات المجتمع المدني. بحضوركم هذا اللي شرفنا كاملين لافتتاح هذه الورشة، اللي لا شك أن